حليس عبد الهادي في السيد الكريم في زيارتنا الثانية لجمعية أحباب الرحمن لصديقك العزيز العماري. ماذا تستطيع أن تقولنا في عجالة حول جمعية أحباب الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. هؤلاء شباب طيب، شباب مبادر، يفعل الخير ويحل ويرتحل في أي مكان يجد فيه المرضى أو المعوزين أو الأرامل وغير ذلك من الناس المحتاجين. ربي يجزيهم خير إن شاء الله، وربي يجزيهم أحسن الجزاء. والنادي أصحاب مسعد، يا أصحاب مسعد، هؤلاء الشباب لا بد لكم من دعم لهم حتى يستكملوا طريقهم الخير. أنا هذا زميلي وصاحبي وصديقي مريض، لما شفته في حالة التجأت ليهم، ساعدوني بقى، ساعدوني بالكرسي وساعدوني بالسرير، ويعني ووفروا لي جميع الأشياء اللي كنت نحوس عليها. فلماذا نحن نساعدهم؟ واحد يساعدنا بالكوش، واحد يساعد بالمقارور، واحد يساعد بالروز، واحد كلون يساعد بشيء اللي يقدر عليه. كما يقول مثل شعبي، قطرة مع قطرة تولي سيل. ونوجه نداء للناس اللي راح تنتقد. الناس اللي راح تنتقد، الحكمة تقول: قول خير والله اسكت خير. ماكش قادر تساعد ولا ماكش قادر تقدم شيء، اسكت، خلي الناس تخدم. احسن من ان الانسان يتلفظ الفاظ نابيه ويعود يتحدث الحديث مش مكانه. وربي يجزيهم خير هؤلاء الشباب، ربي يجزيهم خير، وان شاء الله نتمنى لهم كل خير. ويا اهل مسعد، ساعدوا هذا الشباب، ساعدوهم بالشيء اللي تقدروا عليه، وشكرا وبارك الله فيكم.